لا يمكن أن ينجز حراك مجتمعي وعمل وتنمية إلا بماذا؟ إلا بوجود قضية الأخلاق. والله جل جلاله ليبين لنا في هداه ووحيه قيمة الأخلاق التي أمر بها، فنجد أن الأخلاق المأمور بها جلها لها اشتقاق من أسماء الله وصفاته. هذه القضية أقول كم، يعني إذا لم تكن حقيقة هي القضية الأم التي يقف الإنسان يتأمل فيها ويتفكر، هذه الأخلاق التي أمرنا الله عز وجل بها، الرحمة، الرحمة، الله هو رحمن الدنيا والآخرة، ثم يأمرك أن تتخلق بخلق الرحمة، أي تكريم لك؟ الله هو رحمن الدنيا والآخرة جل جلاله، ثم يأذن لك أن تتخلق بهذا الخلق ثم تريد أن تتخلى عنه؟ هل هذا إنسان عنده عقل؟ إذا تريد أن تتبرأ من أخلاق الله عز وجل جعلها مشتقة من أسمائه، فهل سوف تجد أخلاق أشرف من ذلك وأعلى؟ إذا كان الله عز وجل ما رضي لذاته العلية مثلا بخلق الظلم ثم نهاك عنه، من الذي يقبل لنفسه؟ وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إذن لماذا أنا أتجه إلى غير وحي الله وأبحث عن مصفوفة أخلاق وأذهب يمينا وشمالا إلى غير ذلك؟ هل هذا يعي؟ هل هذا الإنسان قرأ كتاب ربه بوعي؟ ما أحقر الإنسان عندما يكون هذا حاله.